أول سؤال، السؤال الحقيقة اللي بيطرح نفسه في البداية، هل في مشاجرة ناجحة وفي مشاجرة فاشلة؟ يعني طالما في حاجة ناجحة يبقى أكيد في حاجة فاشلة، فخلينا في الأول نعرف. ده في كمان مشاجرة قاتلة يعني. قاتل. طبعا في مشاجرة بتبقى ناجحة وفي مشاجرة فاشلة، يعني الفرق بينهم إنه في المشاجرة الفاشلة، المشاجرة اللي بنخرج منها أعداء هي فشل. فشل. المشاجرة اللي نخرج منها وإحنا ندمانين على إننا اتكلمنا مشاجرة فشلة. المشاجرة اللي تخلينا أكتر ابتعادا عن بعض وأقل ارتباطا هي مشاجرة فشلة. المشاجرة اللي تخلينا ما نقدرش نتفهم لمشاعر بعض ولا لعواطف بعض ولا نبقى أكتر اقترابا لبعض هي مشاجرة فشلة. المشاجرة اللي يبقى فيها إهانة وفيها تجريح وفيها تهديد، كل دي مشاجرات فاشلة. على العكس بقى، المشاجرة الناجحة، المشاجرة الناجحة أنا بقترب أكتر إلى زوجتي أو إلى شريكي أو إلى من أتشاجر معه بنجاح. في المشاجرة الناجحة كمان بصير أكتر تفهم لأفكاره ولعواطفه ولسلوكياته. في المشاجرة الناجحة بنشوف حلول للمشاكل، لكن المشاجرة الفاشلة بتبقى مشكلة تضاف إلى مشاكلنا. تمام. بعديها أيا كان، إذا كانت مشاجرة ناجحة أو فاشلة بيكون في لغة حوار، في لغة تواصل. أهمية لغة الحوار أو التواصل بين أي اتنين في بينهم أي مشكلة ما؟ انت عارفه الصوت نفسه بيلعب دور طبعا، استخدام الالفاظ بيلعب دور، التون نفسه بتاع الصوت بيلعب عبارات دور، الوش، البادي لانجويج، لغه الجسد بتلعب دور. كل دي حاجات تاثر جدا على التواصل. اقدر اقول لشريك حياتي كل حاجه وبمنتهى الصراحه، بس بلغة تتناسب معاه، بشكل يكون أنا فاهمه، لأن المفروض أن أنا متفهم لشريك حياتي، عارف إيه اللي بيزعله وإيه اللي ما بيزعلهوش. وبالتالي أنا براعي صوتي، براعي مستوى التون بتاع الكلام، براعي طريقتي وبراعي الألفاظ فيها. هي دي بتحتاج لتدريب، ما تقبش وليدة أو هي مثلا عبارة عن خطوات أنا بخطيها، لا، هي خطوات أنا بعملها وأنا في الأول بتدرب عليها، بعد كده بتبقى هي دي الطريقة العادية للتواصل. هل في عقبات بتقف قدام أي اتنين بيكونوا من جواهم عندهم النية أن هما يتواصلوا، لكن أحيانا بيكون في عقبات بتقف قدامهم، يا ترى زي إيه؟ يقولوا كده في أربع حاجات مفيش، اسمها مفيش، أربعة مفيش. يقولوا كده، ما فيش رجاء، ما فيش غفران، ما فيش وقت، ما فيش مشورة. تاني نعيدهم تاني، عقبات التواصل يعني، ما فيش رجاء، ما فيش رجاء عند الاثنين، اتنين ما فيش غفران بينهم، تلاتة ما فيش وقت مناسب يتشاجروا فيه، ما فيش مشورة. فالرجاء بس لازم يكون عند الاثنين، يعني حياتك بتقول ما فيش رجاء عند الاثنين، طب لو في رجاء عند واحد بس، ده برضو بيعتبر عائق بالنسبة للغة التواصل بينهم؟ طبعا بيبقى عائق، بس بالحقيقة بيبقى عائق مؤقت، يعني لأنه بعد شوية شريك الحياة برضو بالتاني اللي هو ما عندوش رجاء بيهتم لما يلاقيني أنا كمان مهتم. لكن في فرق ما بين الأمل والرجاء. الأمل حاجة ممكن تحصل أو ما تحصلش، لكن الرجاء حاجة مؤكدة الحدوث أو أمل مؤكد الحدوث، زي مثلا ما يقول كده في عبرانيين، في الإيمان مات هؤلاء وهم لم ينالوا المواعيد بل نظروها، ده بالرجاء، وحيوها، ده بالرجاء، وأقروا أنهم نزلاء وغرباء، ده بالرجاء. كمان خطة الله في الجواز ان يكون عند كل واحد رجاء، لكن كل واحد يقول للتاني ما فيش رجاء فيه، ده مفيش فايده فيك، ما فيش فايده، ده جبت له 100 قسيس وجبت له 100 اسقف
واللي في دماغه في دماغه أو اللي في دماغها في دماغها، يعني بكلم بصفة سواء راجل أو ست. يعني ما فيش رجاء، ده بيقلل خالص، بيقلل جدا، بيبقى عقبة من عقبات التواصل.